أسعار مجنونة لبعض المواد الاستهلاكية أحيانا تفوق قدرة المواطن حتى الثري في تونس. مثلا لما نتحدث عن اللحوم الحمراء في بعض الفضاءات التجارية توصل ل 48 دينار أو 50 دينار وأحيانا أكثر. هل هذا معقول؟ اليوم الحديث على تسقيف الأسعار أصبح أمرا ضروريا وسياسة يجب أن تعتمدها الدولة التونسية، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم. اليوم الحم العلوش لم يعد بمقدور المواطن التونسي، والسؤال لك أنت حمد العميري، ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ أسعار مجنونة، أحيانا مواد مفقودة كيف اللحوم الحمراء لليوم في بلادنا. 2010 كنا ب 8000 و 9000 و 10000 و 2023 و 24 وصلنا 48 دينار. علاش خوي؟ سي محمد يعطيك الصحة، سي على السي ضاف لتنوير الرأي العام. أنا نحب نرجع لك الحاجة بركة ونرجع للموضوع نتاعك. المدام اللي كانت تتكلم معاك في المساحة التجارية الكبيرة قالت لك الحم يوصلش 50 دينار، الحم 51 دينار و500. وين هذا؟ في فضاء تجاري. فضاء تجاري ما نسميوش. باهي جبت التصويرة ب 51000، قلنا باهي 51000 اي. والحم اللي تحكي لي سي محمد هذايا الحم الاوردينير، الكاميرا من هنا، الحم الهبره هذه الاوردينير عادي بتاع الترتيب ب 46 دينار. هذا يا سي محمد سي العميري باش ما نغلطوش الراي العام. وما نغلطوش احيانا وانتم مازال تعملوا فيها الجزار. اي كيفاش يقع تفكيك العلوش؟ فما الحم الرقبه بسوم، الكتلات بسوم، الفقره بسوم، وتنوعوا واللحم البقري الفيليه بسوم، الفوفيليه بسوم، الصدرة بسوم. وتعرف فما أنواع متاع لحوم فاخرة كما الفوفيليه والفيليه أسعارها كبيرة برشا. سي محمد احنا مازلنا ما وصلناش لمرحلة التصنيف، آخر مرحلة في القطاع بتاعنا يعني هو التصنيف. فما تراسابيليتي. أنا بدي وريت 48 دينار لحم علوش مصنف هذاك. أنا نوريك 53 و 800. هاو. مش 48 نوريك 53 و 800 موجود. علاش الحم ب 53000؟ كي قلنا يا محمد تو انت خرجت معايا يا عم محمد فهمني وشفت الاسواق وخلنا نرجع للحابي وخرجنا للمناسبات وخرجنا في العيد وقلنا ما فهمش انتاج وعملناه والبعض ذاك هنا وقلنا ما فهمني نعمل ايديا السيد مفتي الجمهوريه وصدير الجمهوريه باش نعلقوا العيد كيما صار في المغرب. ما نعدوش معناه. صارت هنا ما عدناش. وفي رمضان خرجوا فتوى ما ناكلوش الحم العلوش. مش ايش بيه يعني شو وصلنا لهذا؟ ما المشكله؟ علاش مشينا كان السويم؟ علاه الناس ما خدمتش عليه؟ علاش الناس ما عندناش انتاج؟ شو الموضوع ما عندناش انتاج؟ ما خاطر مغالطه، ما خاطر تخرج اطراف من وزاره الفلاحه، من اتحاد الفلاحين، من انتاج الملاحه، من انتاج فلاحي، من تربيه الماشيه، من المجمع العماني المشترك المحمر والهربان، ويقول لك عدنا وعدنا الوفره، عملوا لهم معاك هنا وجاي بعضاك وهي السي تاعه موجود هني سخربيش خلينا نسميه بالاسم، وقال لك عدنا وعدنا ب 28 دينار وهو مش موجود، وقال لك عدنا مليون و600 ونحن عايدوا ب 850 900000، عدنا فايض شطر فايض انتاج والعباد ما عدتش عملاو يعني فما منافسه تقدم في ارقام مغلوطه. وين؟ ارقام مغلوطه. وكان تسمح لي تعطيك فني جروسو مودو فني فيت في فني جاكي بالرغم هذايا هاي سيدي هذايا السيد وزير الداخليه مع القضاء على المحتكرين فهمني الغذاء الارهابي وتبييض الاموال. على السياح منظومة كرة الشروط شهادة في الكفاءة المهنية بطاقة مهنية لحماية المهنة الخصابين. معقول. هيئة مكافحة الفساد النهوض بالمستهلك التونسي. علوش العيد، عيد بلاش علوش. منظمة الدفاع على المستهلك. حبيت سلوت في قد نوريك سلوت في خدش مراسة انا بعث. موجود. يجاوبك. شو؟ يجاوبك. كيما قلت أنت. الغذاء القومي اكثر من هكا زاد باش نحكيو. خليني نعطيك انا خلاصه تاع الموضوع هذا سامحوني بالتفيل. هاو الموضوع نتاعنا كروسو مودو عندنا نحن تو نشوف تسجيل مزيد تراجع في القطيع على مستوى الانتاج من اللحوم الحمراء.
سترتب خلالات في الأسواق في العرض والطلب، ستشهد ارتفاع ملحوظ. تربع معلومات حول كمية العجل المورد المعدة لتسمين أسعار عند وصولها إلى الميناء، معدل أسعارها لبيع الفلاح والمسمنين، قائمة أسامية في المنتفعين بهذه العجول بما أنها تتمتع بإعفاءات جمركية وأداء القيمة المضافة. هنا هو طلبنا حول قائمات ومتابعة ورشة تسمين اللي نحن ورشة تسمين عملناها نهار 19/7/2018 لليوم ما خدناش عليها ل 2030. يا عميل نقص يا عميل ما تقراليش الأوراق. الدولة دقيقة خليني أسألك، الدولة وردت العجول وأعفت الموردين من الأداءات الديوانية باش يوفروا الحم، والحم مش موجود. الدولة توفر الأعلاف وتجيب فيها للفلاحين وتعطي فيها مدعمة والعلوش ما فماش للمحتكرين. علاش كيف المحتكرين؟ شنو الأسباب؟ ما هي شو عليه؟ يختاري فهمني هذوما ناس تجيب وتبيع كما تحب انت، ترسابيليتي ما فماش، العقود ما فماش. شو اللي قلت لك انا توا؟ انا فهمني محمد فهمني ديرالمو فهمني انا 14/12/2023 في جلسه وزاره التجاره ومع اطراف وزاره الفلاحه. المغالطه وين؟ يقول لك جات العجول هذه تباعت فهمني معدل 18500 للفلاح والمسمن. وقت اللي الفلاح وطلبتك محمد باش يخرجوا لهم الغذاوة ب 20500 ب 21. قداش فما ديفيرينس انا؟ من 18.5 ل 20 دينار و 500، 20 في 400 كيلو في دينار و 500 600,000. المشكلة الثانية اللي جات العجول هذه تبيعت الفلاحة فهمني عارفة سيتادير عارفة والماء 25 كيلو زايدة. من غدوة كي جات ثبت في ميزانيتي لقاهم غالطين ما استعرفوا لهمش. غشوهم يعني. ليزابورتاتور اي اي اي. باهي. تو مشكل وين؟ تو ليزابورتاتور غشوا الفلاحة. الفلاحة. هذه تبدو. على اعتبار انه كلامك صحيح. اي. والجزارة غشوا المواطن كيفاش؟ هي يبيعوا له في الحم ب 48,000 وب 47,000 و 45,000 كيفاش؟ الجزارة يبيع فيها 48,000؟ إيه وين؟ يا فما 45 باع فيه 45 و 45 أنت في شوية بشوي وأنت ماك مسؤول وماك معروف وعندك علاقات برا جيب لنا تنبيعوا ب 35 هاي برا دور وجيبوا ما عندك علاقة مع الفلاح ما عندك علاقة مع الدولة برا جيبوا ما يسالش ما يسالش برا جيبوا ما يسالش هاي الدولة جابت في فضاءات منظمة والعلوس سيدي رمضان ب 32,000 وين هذا محمد؟ شركة اللحوم تسني على النبي محمد تسني على النبي خويا كان عجبك رخصه شرطين لوح نصه محمد اليوم نحن راهو ودادة اليوم نحن راهو عندنا علاقات عندنا كليونات عندنا مستهلكين عندنا سنين معاهم تربينا معاهم اليوم ما نمدوش خرطاس انا تاع الحم 32 تعرف كي تشري انت الحم 32 سي محمد فهمني بركوس اللي تحكي عليه انت باش نجاوبك عليه مش بركوس لا لا بركوس بركوس ونعشه وبريش وعتيرس على بعضه اليوم كي تشري انت الحم هذاك معدل 32 دينار تاخذ 300 غرام مش حم و300 غرام عظم و400 غرام الحم ودي استعطيه فهمني انا نودو انا الوداد اوكي انا بدو اعطيه علوش فهمني تاع 12 14 كيلو لكن بيحول ب 45 تعرف علاش؟ اي بشوي خلينا نجيبو باليمين وتسلبو باليسار لا 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 حيا بالسبب هذا تعرف علاش انا على خاطر اليوم انا كي ندخل للسوق ندخل الرحبه نشري الحم ب 42 دينار اوكي يتيح لي في الرحبه زيدوا المشاكله زيدوا تسكر تاع العلوش كل علوش زيدوا الحماله في البطوار زيدوا الذبيحه في البطوار ذبيحه تاكس البطوار زيدوا في ذبيحه الخدامه زيدوا كاميون يهزك الحانوت زيد الشيح والنقص وزيدوا الحجامه والحمام وبيعوا بخمسين دينار باش نجيبك حاجه اخرى اليوم نحن الزازاره اللي كانت فهمني تشوف التصوير تاع الزازاره فهمني البريزونتاسيون اللي كانت موجوده اوكي اليوم تلقى الزازاره عنده كعبتين فهمت تصوير يا عمي خدم عاش فما بيوها اليوم صار عزوف خلي كمالك تعرف كل شيء انت قصيت عليا بيتفضل كم همش كمالك وبعد تسال تحب انت اليوم الملاحظات الغرفه قلت لك نقص في الانتاج تسبب في غلاف الاسعار تسبب في عزوف المستهلك توسع عن التزويد السلاح منظومه اللحوم الحمراء من الدخاليه والمحتكرين والسماسر والمهربين يجب تفعيل قانون سنه 2005 لكارتروز هو الترقيم جواز التنقل شات مسلك التهريب انخر الاقتصاد الوطني الامن الغذائي وتسبب في غلاء اسعار المستهلك التونسي تفيق ظهر التهريب علوش العيد الكميات الجهات المنجه لا تواصل لا اراده لا مصداقيه طلب ربط السيره بالعقود لضمان التزويد وشفافيه المعامله بين جميع المتدخلين في منظومه اللحوم الحمراء حاجيات المستهلك من اللحوم الحمراء لشهر رمضان الكريم وعيد الاضحى المبارك تعديل السوق توريد كميه من اللحوم المورده المبرده من حيث كميه والاسعار والجوده على المدى القصير والمتوسط والبعيد وصاحب القدره الشرائيه الضعيفه لا يموت مش عندك حاجه بسيطه هاي سيدي باش نوريكم هنا حكيت على الكل كان على الزازار لا باش نجيبك محمد هذه طلبت من اتحاد الفلاحين
اعطيني فهمني شعدنا كميات للعيد وللعام. شكون اعطاني قائمه؟ اتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين وين يجي هذا؟ اش مدخل؟ اعطيني قائمه باش ندخلوا الاتحاد الفلاحين. بو عندهم فهمني الناطق الرسمي نتاعهم هما المشرفين. هما المشرفين على الفلاحه. شو شكون مش مشرفين؟ مشرفين على الفلاحه هي سلطه الاشراف وزاره الفلاح. بشويه عاد شويه محمد. في اتحاد الفلاحين هو اللي عنده علاقه بالفلاح بالفلاحه نتاعو وتنظيم الفلاح نتاعو. واش عندنا كي نقعدوا في الاجتماع ما تجيش وزاره يجيو اتحاد فلاحين. واضح خويا باش كمان لك ونجاوبك عليه. هاوش خدمت قائمه اساميه لعدد من الساده رؤساء الاتحادات الجهويه. معناتها الاتحادات الجهويه باش يعطيونا كل منطقه وين؟ بنزرت، نابل، زغوان، سليانه، قروان، الكيف، سيدي بوزيد، مدنين. جاوبوك؟ ما عند حد عنده معلومه. حد ما يعرفش فما انتاش في الجهه نتاعو. عندهمش. عندهم ولا ما عندهمش. مالك كيفاش يفرقوا في العلاف؟ يا ولدي بعد يا محمد يهديك. تاو قدامك يا محمد تاو بالكتب نتاعك. واضح. واضح. سيكامود. تعليق. تعليق. اولا الازمه هذه من المفروض راهي تعالجت قبل بعام وعامين. كنا نتحدثوا على منظومات الانتاج اللي تضربت سواء في علاقه بالمواد العلفيه، في علاقه بالتوريد اللي مفروض باش نعدوا به السوق ولكن تباع في مسالك اخرى ممكن يتهرب الى دول المجاوره، في علاقه بالتهريب في قطاع اللحوم. وهذا يجرنا من جديد الى اجهزه الرقابه اللي تحتاج الى رقابه مش قائمه بدورها. وما ثماش رؤيه استشرافيه باش تجنبنا الازمه اللي احنا توا قادمين عليها. وجاينا عيد الكبير اذا كان عملوه العلوش تكلف مليون و200 ومليون ونص، السنه ظهري باش يوصل زوج ملايين. وانا مع فتوى. صحيح. شبيه ها مغزه مساكين عندهم في مجاعه تو. كي نعدوه راهو رمضان بقل الحم وعيد كبير ما نعيدوش ونحضروا للموسم القادم ونسترجع القطيع. بشرط تكون عندنا بدائل. وانا نعرفوا اللي عندنا دراسات متقدمه في علاقه بالمواد العلفيه والبذور في علاقه المواد الفلاحيه ذات طبع وطني. للاسف ثم ايرادات تسعى الى عدم تجريبها وعدم تكون هي بديل على التوريد. انا اتوجه اليكم انتم المشاهدين. بلادنا تصرف المليارات وتجيب الاعلاف وتعطيها للفلاحين مربي الاغنام واحنا ما عندناش الحم. تصرف المليارات والدوله توزع الاعلاف المدعمه لمربي الابقار واحنا ما عندناش حليب. الدوله تعطي المليارات يا رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى المنظمات تصرف في السفرات والجلسات والقعدات والمآدب وما عندناش ارقام رسميه نتاع انتاج بلادنا وادنى الخدمات غير متوفره. اليس من الاجدر ان تتقصف الدوله وتخلي ملياراتها عندها وتمشي تعطيهم مباشره الى الزويوله؟ ها زوز مليارات المشين لاحدى المنظمات نهارين هذوما شريوا بهم مواد أساسية للعائلات الزوالية في بلادنا أفضل وأحسن. وكلامي صحيح يا معز ولا خايف من القضية 77؟ والله إما أن أكون أنا مجنونا أو أن الطبقة السياسية التي تسير الإدارة على الأقل يبدو أنهم بلا عقول. خلنا نأخذ الواقع. عائلة تونسية لديها مدخول ب 3000 دينار بين الأب والأم زوز موظفين وعندهم زوز اولاد، يعني عائلة من أربع أنفار وعندهم قرض يسدوا فيه لشراء منزل أو لشراء سيارة، مليون ونص قعدت له مليون ونص، ينجموا يشريوا كيلو لحم علوش في الشهر؟ ما نحكيوا الواقع، العائلة التونسية أنتم تتحدثون عن شعب آخر، مش الشعب التونسي، أنتم تتحدثون عن فئة قليلة قادرة أنه تشري اللحم هذا ديكوبي 48 دينار 500، ونحكيوا الواقع، الشعب التونسي لم يعد قادر على شراء اللحم. والشعب التونسي لم يعد، خلينا نحكيوا الواقع محمد، اش صدرنا فيه؟ خلينا نحكيوا الواقع، الشعب التونسي ياكل في الكركاس يا محمد، غير قادر انه يشري كركاس. نعرف خلينا نقول لك كركاس الكلاب يا معز. خليني اقول لك يا معز. لا 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 انت تصادر يا معز. يا محمد خلينا نسالك تجاوبني على سؤالي. اصدر على الدوله انه المليارات اللي تصرف في غير محلها تذهب للزويوله مباشره
أفضل من دعم منظمات تستغل على منظومات إنتاجية وهي لا تملك لها متفقين فيه وهي لا تقدم خدمات للمواطن. هاو سؤال جاوبني عليه خلينا نسلسل الأفكار. أنا متفقين فيه. أنا بالعكس أنا قلت يجب ترشيد نفقات الدولة. هذه دولة تنفق أكثر مما تدخل الأموال وقولوا منظومات الإنتاج ومنظومات الصناعية والسماسرة والمضاربين هذه الشبكات كما يجب تفكيكها. ما نقوله اليوم الشعب التونسي مش غير قادر على شراء اللحم، خاطر عندي صدرت كلامنا منذ حين وانا نرجع لك. فشلت عمليه تعويم الزيت للشعب التونسي، انا الشعب التونسي ياخو الحق نتاعو في إترا زيت. الناس تمشي للفضاءات ما فماش هذا الزيت تحدثوا عليه، موجود بقله قليله يشريوه ويشدوا عليه صفوه عند الامر. الشعب التونسي شد يا سيده وزيره التجاره اللي انت شكرتها وانا انتقدتها لما كانت مسؤوله بوزاره الماليه، لكن ننتقدوا في سياسات الوزاره، نقولوا كلام، راهي عمليه حل ازمه الخبز في تونس عملية احتيال على الشعب التونسي، ولات الميني باجات ب 200 مليم وعملنا وخذنا معركة هنا من أجل المحافظة على الدعم. والسيد رئيس الجمهورية في كل خطاب من خطاباته يدعو إلى حماية حق الشعب التونسي بالدعم. ما فماش دعم، نقولوا مسألة ثانية. راهو يجب أن تسعر، أنا مع التسقيف، نحن في حالة حرب الآن، دولة مفلسة وشعب يكاد يكون جائع، لا فرق بيننا وبين سكان غزة إلا أننا لم نرى القنابل والرصاص. وقولوا كلام، الشعب يقترب من حالة الجوع. كيف يمكن حل الأزمة؟ بالتسعيرة، وضع تسعيرة. وزارة التجارة تتحمل مسؤولية مهمة في هذا. مش أقول لك أنا، هل نحتاج إلى توريد 2000 طن من البنان لحل الأزمة؟ هل أحتاج أنا إلى أكل البنان؟ أنا أحتاج باش ناكل الكسكسي وناكل المكرونة وناكل اللحم ونشتري الرز ونلقى الفارينة ونلقى زيت الزيتون. أنا نحتاج الكيوي والأناناس وهذه المنتوجات العجيبة والغريبة وآخر العطور الباريسية والمكياج الباريسي وغيرها. راهو عمليات التوريد، لو السيدة وزيرة اللي قامت بإصلاح جزء حكينا فيه منذ حين بإجراء تخفيض فيما يخص الأداءات أو ما يخص المكوس اللي توظف فيها الفضاءات التجارية الكبرى، أنا مع مراجعة عامة لما نقوم بتوريده. راهو توريد أشكال من الملابس والعطور دي في أزمة. أنت بلد مفلس الآن، ونقولوا كلام هذا. تعرف الخدمات اللي عملتهم وزارة التجارة كلها؟ لا لا, لا 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 لا. هل تعلم حجم الخدمات اللي عملتها ولا؟ أنا ضد توريد البنان، هنقولوا لك مش ناكلوش البنان ما يجرى لنا شيء، لكن وقت ما تلقاش الأرز وما تلقاش المعجنات وما تلقاش زيت الزيتون، أنت تمر إلى حالة الجوع. ونقولوا كلام هذا. معززني كي نحكي لك على الفساد تهرب، ترجع الحكاية. ترى مشاكل كلها من مكافحة الفساد. هل أنت يا معز القضايا يا معز جاوبني على السؤال. لا جاوبني على سؤالي بسيط. سؤالي بسيط لك أنت ولأسعد باقتضاب وللحاضرين. اليوم الدولة تعطي مليارات إلى منظمات لا تقدم أي شيء لهذا الشعب. تسحب الدولة هذه المنح. المنح هذه تتنحى ولا أنا مع هل من حق وزير اليوم باش يزيل منظمة فاشلة سمت رئيس الجمهورية بالمنقلب وكلام آخر اليوم بس تعطيه الفلوس والمليارات الحكم فيه هاو كلام يعني نحن دعونا نحن دعونا إلى مراجعة الليلة كلهم شوف أنا نحن دعونا إلى مراجعة قانون الجمعيات وهذه جمعية من الجمعيات المنتصبة ويجب على الدولة حين ترى أن الأموال لا تسير في طريقها. أنا على منظمات. أيوة المنظمة ذيك راهي جمعية من الجمعيات، رد بالك وتأخذ القانون ذاك ونزيدك أهم من حاجة وعندها نفوذ سياسي وعنده نفوذ مالي برفك شبكات الفساد. باختصار بربي انا في رايي موضوع اللحوم والمواد الاساسيه يتجاوز حتى وزاره التجاره. منذ ازمه اوكرانيا شعلنا ضوء احمر امام محدوديه الصابه اللي عندنا والعبث اللي صار بها قبل وتشجيع التوريد لانه يعني التوريد مربوط بالدعم. شكون عبث بها الصابه؟ عبث بها وزارات متعدده. حدد وزارة حد من عاموش وزارة الفلاحة وزارة التجارة كلهم يشتغلوا في خلال العشرية واستمر الأمر. أنا اليوم العشرية السعودية أنا اليوم من 2020 من الأزمة بتاع أوكرانيا وأزمة كوفيد كان مفروض نرفع شعار السيادة الغذائية بيتم علي كلمة وتكون عندي رؤية. لحد الآن لا نملك هذه الرؤية. من المفروض أننا حققنا اكتفالنا الذاتي على مستوى الغذاء وعلى مستوى المواد العلفية ونحصن حدودنا لانه جزء من الازمه هذه هو التهريب نتاع قطيع الابقار الى اقطار مجاوره والتهريب راهو في النهايه الفلاح ما عادش قادر انه يعلف البقره فهمني وما عادش قادر انه يشدها علاش الا على طالع
هذا يتطلب سياسة للأسف في علاقة بالسيادة الغذائية لا زالت غائبة. إذا نحبوا سيادتنا وكرامتنا نحفظوها كتوانسة. واليوم إذا كان فعلا يكونوا مساجمين مع راحة 25 جويلية لابد من إعادة النظر حتى في هيكلة وزارة الفلاح في اتجاه أن تكون عنا سياسة في علاقة بالأمن الغذائي وواضحة المعالم. نشوف التو قاعدين يلفوا ويدوروا على قضايا ما عندها بالنسبة لنا حتى تأثير على الموضوع هذا اللي تناولناه عملوه في مثل هذا الوقت في بلاتو كما هذا. وهو اليوم نحاول نرجع له، رانا نحكوا على فترة ما بعد 25 جويلية عملوه تناولناه واليوم رجعنا له الحم زيادة من 10 أفريقيا. ربي الوقت وفاء لسعد الذوادي في دقيقة، سمحني الله غالب الوقت وفاء. بالنسبة أنت مقيلة تقصد، يبدو تقصد تمويل النقابات، تمويل النقابات المهنية. هذا موضوع عنا توا من 2011 ونحن نادو لأنها تمول من صندوق أسود، أنا نعتبره صندوق مافيوزي أحدث في إطار قانون المالية لسنة 1975. أنا مطالب بفتح تحقيق وثم قضايا مقبورة تتعلق بهذا الصندوق. والصندوق هذا لما أحدث الفصل 58 من قانون المالية 75 قالت يستعمل محصول الزيادة متاع 0.5 يدفع فيه الأعراف من دمهم ولحمهم، يستعمل محصول الزيادة لتنمية الأنشطة الاقتصادية. ما علاقة تمويل النقابات بتنمية الأنشطة الاقتصادية؟ علاش قلت لك أنا رأي الفساد مقنن اليوم وثم ناس يرعوه، وللأسف أنا نعطي فيهم هذوما يجب أن يفتح تحقيق. بالنسبة للامتيازات اللي حكي عليها وأشار لها وأنا معناتها تنعطيك الحل فيها، إذا أنت اليوم غير قادر على أنك تضع حد للتهريب وهذا مشكل كبير، كان أنت غير قادر معناتها عندك ما تهرب وفيه أسباب التهريب. لا أسمعني عاد أسباب التهريب خل نفسر لك. هو إش قالك؟ هو حكي لك قال لك اليوم لا ثم متابعة ما نعرفه حتى شيء، هذا صندوق أسود. إذا أنت غير قادر الواش تجيب فيه خويا حي؟ ما جيبوا ميت، جيبوا الحم ونرتاحوا تو ناكلوه. واليوم توا عاجلا يلزم رئيس الجمهورية يتدخل. كيفاش يتدخل؟ قلنا له أعمل إذن باش ترتح أنت القطيع، ما حكيت أنت على راحة القطيع أنا معك. توا رئيس الجمهورية يتخذ قرار يجيب شركة اللحوم تجيب 3000 طن مع منحها العفو الديواني، خاطر اليوم ما عندهاش هي، إذا تحبها باش تبيعها هي ب 32 دينار وباش تبيع لك ب 30 دينار البقري ولا 29 دينار، هي ما تنجمش تتحمل لأنه باش تبيع بالتكلفة، ما تنجمش هي تتحمل المعاليم الديوانية. هذا يبدو قداش باش يكلفنا بالله، كان باش نجيبه كان طار 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 قداش باش يكلفنا معاليم؟ باش يكلفنا 800 ألف دينار. واضح لسعد صحة، خلينا نكمل لك فيسع على سعد خاطر الوقت وفي ما خليتنيش اعطيني فيسع باختصار لسعد. توا هو بقي له جبد لك على انه طالب احصائيات، والاحصائيات هذه فهمتي لا وجود لها. اي المسؤوليه، هل يعقل انه انت اليوم عندك مندوبيات موجوده فلاحيه في كل الولايات شنو يخدموا اذا كان ما يعرفوش عدد القطيع؟ بالمنطق هذا يا محمد واضح. ما نسكرها يا محمد واضح. وهذا ما قلنا احنا، علاش قلنا له يا رئيس الجمهورية اعمل بطاقة وصف وظيفي لكل عون عمومي، واللي ما يخدمش خرج وحل عليه تحقيق. اليوم عندك مئات الاف من الاعوان لا ينتجون ولا يعملون واضح. وشكون يدفع في الضريبة؟ هو منتج الثروة هذاك من دمه ولحمه في اطار الارهاب الجبائي. واضح. سامحني احمد العميري محمد زيد فيه تفضل. قال له تواصل اسعد فهمني على المنظومات التحديات الجهوية، انت في بالك هذه البوكراج هذاك الترقيم فهمني اتباعت اللي جاية للعجول اتباعت للمهربين بعشرين مليون وتشدت في جندوبة ترقيم تاع العجول هذيك البوكراج هذيك البلوط هذيك اللي فيها الرقم بتاعه الباسبور وقلوا نحن هذيك اتباعت باعوها اطراف من اتحاد من اتحاد الجهوي باش يهربوا بها اتحاد جهوي وتشد في جندوبة. اوك عندي تونجي بالك عندي اتحاد جهوي للفلاحة بوكراج هذوك اللي يتعاملوا بالخرص يتعمل في الوذن نتاع الحشاك البقري تبيع تمشي تجيبك حاجه ترقيم على مسؤوليتك كما هذه
انا عندي بالحكم عندي موجود شو تقولي على مسؤوليتي من على مسؤوليتي بالحكم عندي فيه لا لحظه او ثم قضيه تو معروضه في محاكم الكيف تهريب الكبده احنا وقت اللي نجيبه تعرف ثم اجراءات خاصه بتوريد الكبده تتباع اما المطاعم السياحيه او النزل كيف شدت الكبده فهمتي في الكيف من يهرب الكبده هاو المشاكل الحقيقيه ونعرف الجماعه هذوما الموردين اللي هما يهربوا في الكبده للجزائر وعطينا خلينا هذاك علاش قلت وصلنا تعرف كي نقعد في وزاره التجاره وتجي معنا نترف من الفلاحه تعرف في الاجتماع يقول لك عدنا الوفره وعدنا الانتاج هاي المغالطه منين وقت اللي نحن نبعثوا مغالطه في الارقام نحن نقولوا راه ما فماش لوزاره التجاره اليوم فهمني نهار الاثنين بحول الله عدنا الاجتماع في وزارة التجارة حول التوريد كميات من اللحوم باش تعمل باش تعديل اسعار وتسعيد تدعيل المنتوج واضح يعني الصحة اليوم في حلقتنا مواضيع مختلفة مواضيع معقدة ومواضيع شائكة تخص بلادنا أمنا الوطني أمنا القومي أمنا الغذائي و فما شرفاء يخدموا في الوطن لكن ايضا هنالك اطراف تعطل واطراف تخرب سي جمودي في 30 ثانيه اذا كان فما اضافه لا ما عندي حتى اضافه اللي نقوله اللي الموضوع هذا يحتاج الى حلقه اخرى ونتمنوا اللي يحضروا معنا مسؤولين من وزاره التجاره ووزاره الفلاحه على الاقل يجاوبونا على مجموعه من التساؤلات واضح شكرا لكم على حسن المتابعه موعدنا ديما نهار الجمعة التاسعة نتاع الليل على نفس المحطة الجنوبية إلى اللقاء